ما المبلغ الذي تدفعه لزوجتك كي تذهب إلى الصالون؟ تروح تسوي شعرها أو تقصها أو جت تطيها؟ هذا السؤال سألنا. فأني مثلاً قلت مبلغ، قلت والله أنت زوجتي هالقد، كم احتمال؟ 6 احتمالات. جيبوا لي رقم بالمبلغ، يعني هالقد مبلغ، هالقد مبلغ، هالقد مبلغ، إيش قد؟ 100,000. 100,000؟ 100,000 يعني 80 دولار. 80 دولار. خلي تفكرون بالدولار، أنا سداء أعطونا بالدولار مثلا، لأنه أخوتنا ومشاهدينا الأعزاء العرب لربما عملتنا ما يعرفوها كم تعادل بالدولار. فمن تقول 80,000، أنا من يمي ده أقول قلت إيش قد؟ 100,000 يعني يساوي 80 دولار. خلي نشوف هذا الرقم موجود 80 دولار. خطأ، ما موجود. خلي نشوف الأستاذ لؤي بالدولار إيش قد تعطيها لمرتك حتى تروح للصالون؟ قال شي ورقة. ها؟ ورقة. ورقة، الورقة يعني 100 دولار. ينطيها الرجل المرت يروح 100 دولار؟ نعطيها؟ أنا؟ إيه؟ حياتي ما منطيها. ها؟ ما منطيها في حياتي. يقول بحياتي ما نعطيه. لعشان خملت يعني خملت على شوف مو تسمع. اي اشوف واسمع وانقهر وارجع للبيت. تنقهر وترجع. ما عندي فلوس يا الله. اذا اخت اسيد تفضلي وتفضل استاذ لؤي.